إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن تسوس الأسنان الناجم عن كثرة تناول الحلوى والشوكولاتة والشيبس والكولا وخاصة بين الوجبات، وكذلك في البلدان الغنية وفي المدن الكبيرة. وهنا نؤكد على ضرورة المتابعة الدورية لحالة الأسنان، مثلا من نخور أو تقويم، ولا ننسى الحوادث والإصابات التي قد تصيب المراهق بسبب فضوله وتهوره، ومشكلات تعاطي أيضا المخدرات والمسكرات والتدخين، كلها تسبب أضرار على الطبقات اللثوية في اللثة، وأيضا تسبب أضرار على الأسنان والأعصاب الأسنان أيضا من الضروري استشارة المختصين في هذا المجال، وبناء يعني أو نشر بعض الدورات، إنشاء بعض الدورات المهمة في تثقيف وتوعية يعني المراهقين بهذا الخصوص، لأن كل هذه المواد خطرة جدا على الجسم وتسبب بعض السموم في الجسم، وأيضا تسبب بعض الأورام، وتسبب أيضا أمراض خبيثة مثل التدخين والمخدرات وإلى آخره من المواد الخطرة على الجهاز العصبي والحيوي والعضوي بشكل عام. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.